مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من طبق طبقنا. إن شاء الله هنكون معاكم من واحدة لاتنين، مستنين طبعا تليفوناتكم واستفساراتكم على أرقام التليفون اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. كلمونا طول الحلقة، سألوني طبعا على أي حاجة حابين إن احنا نجاوب عليها. والنهاردة عاملين وصفات حلوة جدا. أول وصفة كده عندنا شوية فراخ هنعملهم صينية حلوة جدا جدا. تعالوا نشوف أول صينية بالفراخ اللي هنعملها بالخلطة. محتاجين عندي فراخ متقطعة سواء بالعظم سواء صدور فراخ، هقطعها مكعبات كبيرة على حسب اللي انتوا حابينه. وعندي كمان زبادي، علبة زبادي، مايونيز حوالي برضو معلقتين، وبرضو معلقتين صلصة، وزيت زيتون أو زيت عادي على حسب اللي موجود عندكم برضو، وتوم وخل وملح وفلفل وريحان وبابريكا، وعندي كركم وبطاطس مكعبات وبصل وحمص. هقول تاني المقادير. محتاجة عندي فراخ تكون متقطعة سواء فيليه سواء بالعظم، ممكن تقطعوها على 8 أو فرخة كاملة، صدور فراخ اللي انتوا عايزينه. وعندي كمان زبادي، وعندي مايونيز وصلصة وزيت زيتون أو زيت عادي على حسب المتوفر، وتوم وخل وملح وفلفل وريحان وبابريكا وكركم، وعندي بطاطس متقطعة مكعبات وبصل وحمص. تمام، تعالوا بقى ايه اول حاجه كده نبدا ان احنا نتبل الفراخ عندنا. واكون بسخن يعني طاسه او صينيه ان انا اشتغل فيها كده قبل ما ادخلها الفرن. احط لها شويه زيت، وهجيب كده بوله صغيره نبدا نتبل فيها الفراخ. هحط الزبادي اهو، احط عليهم المايونيز، اجيب سباتولا بس ننزل كده، هحط الزبادي على المايونيز اللي ايه يا اسر، هنحط اسر انا شايفه ان انت يعني معانا تليفون. مدام زيزي صباح الفل عليكي، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي تمام والله. اعمل الوصفه دي دلوقتي، انا عندي فراخ ولسه. يلا يلا حضريها يلا ونعملها مع بعض. فرحانه قوي اللي لقيت فاست فود يعني جديده. حبيبتي الحمص بقى، لا حلو جدا، كلها هتبقى حلوه قوي، جربيها تعجبك قوي. هعملها بالبطاطس بس الحمص بقى جديده. لا جربيها كمان بالتتبيله دي هتعجبك جدا. الله يا حبيبتي، كل حاجه بتعمليها الله يخليك. تسلمي يا حبيبتي والله، تسلميلي. شكرا يا حبيبتي، ما بين ايديك يا رب. الله يخليك، تسلميلي يا رب، تسلميلي. اخبارك ايه واخبار اخوك ايه؟ والمجموعه كلها واعضائنا كلنا، اعضاء الجروب بتاعنا الجميل كله. الحمد لله الحمد لله، الله يخليك يا حبيبتي، وسلامنا لاخوكي والف سلامه عليه. الله يسلمك، الله يسلم عليكم حبيبتي، الله يخليكي، شكرا جدا، صباحك زي الفل. بصوا حطينا بقى الصلصة على الزبادي وعلى المايونيز، وهقلب كده كله مع بعض بالشكل ده اهو، وهبدأ احط عليهم الملح. حط شوية ملح كده، شوية فلفل اسود، وشوية من الكركم، البابريكا، شوية ريحان كده مجفف بقى او فريش، بيديني ريحه حلوه جدا وتيست كده لطيف قوي مع الفراخ، وبيشد لي كده اي زفاره. الحاجات العطريه دي بتخلي مفيش زفاره خالص في الفراخ. هبدا كده التتبيله دي عندي كده جاهزه، هحط لها بس شويه خل واقلبها، وابدا احط عليها الفراخ بتاعتي سواء بقى فراخ زي ما قلت لكم كده، فرخه مقطعينها على 4 على 8، صدور متقطعه، وراك اللي انتوا عايزينه، دبابيس، فراخ فيليه زي اللي احنا عاملينها كده، زي ما انتوا تحبوا. هجيب الفراخ اقطعها كده مكعبات بالشكل ده، وهبدا ان انا احطها في التتبيله اهو كده، اشيل بقى كل الحاجات اللي مش محتاجينها، وابدا ايه احطها كده في التتبيله. لو عايزين تعملوها من قبلها بيوم في الثلاجه، عايزين تعملوها قبلها بكام ساعه، عايزين تعملوها وتشتغلوا بيها على طول، اللي انتوا عايزينه. عندي بقى هنا الزيت سخن، هبدا ان انا انزل بالفراخ بالشكل ده كده احمرها. ملك صباح الفل، صباح
صباح النور. اوزعها كده. عامله ايه حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. دايما يا رب. الله يخليكي حبيبتي، الله يخليكي. انا قلت اتكلم عليك. تسلمي لي يا حبيبتي والله، تسلمي. ربنا يبارك لك ويديك الصحه. الله يخليكي يا حبيبه قلبي، تسلمي لي والله. اتفضلي يا حبيبتي، شكرا جدا ليكي. انا حبيت بس ايه، انا كده كده يعني ممكن تعملوها وتعملوا معاها كله على بعض، البطاطس على الحمص كله كده ني في ني وتحطوه في الفرن، بس انا حبيت احمر الفراخ تمام وما احطش البطاطس معاها. ممكن احط بقى ايه دلوقتي البطاطس والحمص واقلبهم كده مع بعض. خليني احط الحاجات اللي احنا مش محتاجينها كده ورا، اخد بقى بقيه التتبيله كده اتبل بيها الحمص والبطاطس بتاعتي عشان ما اسيبش حاجه خالص. عايزين زي ما قلت لكم تعملوها كلها ني في ني وتحطوها في صينيه وتدخلوها الفرن تمام. انا بحب بصراحه اشوح شويه الفريخ اللي عندي تمام، عايز اشوح كده الفريخ كويس، اديها كده تشويحه وهجيب صينيه عشان نبدا ان احنا ندخلها الفرن. عندي بقى البصل والثوم، هبدا ان انا اشوحهم مع الفراخ كده، بس عايزه الفراخ تتحمر كده شويه وتشد كده معايا. بصوا انا مش بقلب فيها كتير عشان عايزاها تاخد تحميره كده وتشويح حلو. هبدا كده ايه قبل ما احط البطاطس اهو، بصوا هو ده اللي انا عايزاه، عايزه اديها تحميره كده حلوه واوزع كده برضو واسيب الفراخ تتشوح. احط كده شويه بصل، سن الثوم كده اهو، وابدا اشوح كل الكلام ده كده مع بعض اهو، واحط عليهم البطاطس والحمص. رشا صباح الفل، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه حبيبتي؟ الحمد لله كله زي الفل. الله يخليكي تسلمي لي. عامله ايه يا حبيبتي؟ كله جميل والله، كله زي الفل دايما. مش عارفه اتصل لك خالص والله. ليه بس؟ ما هو انت منورانا اهو. حبيبتي يعني ده انا قلبي وراكي على طول والله العظيم. الله يخليكي حبيبتي، تسلمي. ازيك يا حبيبتي؟ وحشاني. كله زي الفل والله الحمد لله. تسلم ايديكي والله، تسلم وقفتك يا حبيبتي. تسلمي يا حبيبتي، تسلميلي. ربنا يخليكي. الله يخليكي. كنت عايزه اسالك يا اسماء على القرص بتاعت امبارح بتاعت التمر. حاضر، هعيدها لك تاني. يا ريت بعد اذنك، ولو تنزل لنا المقادير يبقى كتر خيركم والله. حاضر. انت كنت حاطه جبنه موتزاريلا فيها؟ كانت جبنه موتزاريلا او شيدر مع التمر، بيدي طعم حلو جدا. ده وده. يعني حطي نوع جبنه ما يبقاش فيه طعم يعني قوي قوي. بيبقى حلو جدا. بس قولي لي الوصفه بعد اذنك ونزل لنا المقادير يبقى كتر خيرك. حاضر يا حبيبتي، حاضر. تسلميني. بصبح على الولايه جروب عندكم كله، والجروب بتاعنا حبايبي مدام احلام ومرامي ومهاني. وحشونا الناس الكتير اللي بقى لها كتير ما كلمتناش وحشتنا جدا والله. كانت تعبانه شويه. انا بقول لك سلام عليها. بقول الف سلامه لاخت ام يوسف، كانت تعبانه شويه. الف سلامه حبيبتي. عملت يعني تقريبا عندكم بقى الصخور، يا عيني اتخبطت في الصخور في الاسكندريه. يا حبيبتي الف سلامه حبيبتي عليها، الف سلامه، الف سلامه عليهم والف سلامه يا رب، ربنا يشفي كل مريض يا رب ونطمن عليكم كده دايما. تسلمي يا حبيبتي. بص رشيت كده شويه بابريكا كده بالشكل ده، وهزود بقى شويه ملح كده ايه على المقدار كله كده عشان اظبط اهو. ابدا بقى ايه اديله تقليبه واحط بقى في صينيه في الفرن واسيبها بقى تكمل سوا في الفرن. عايزين تخلوها تكمل سوا على النار وتحط لها شويه ميه تمام. انا هدخلها بقى الفرن كده عشان تاخد وش وتشميعه كده حلوه وتبقى معايا تمام جدا. انا بقى جنبها شويه رز بالشعريه كده ولا حاجه، بتبقى خطيرة وبتبقى حلوة قوي بجد. هجيب كده صينية وسط فرن، ابدأ ادخل كده البطاطس بالفراخ بالحمص كلها كده، كل الصوص اللي عندي اهو تمام اهو كده. ابدأ بقى ايه هحط لها
شوية مية صغيرين خالص، وممكن تغطوها كده بورق زبدة أو ورق فويل عشان تستوي كويس معاكم. اهو حط لها شوية مية في الجنب كده. وابدأ بقى ايه شوية المية دول اسيبهم بقى يسووا، والفراخ طبعا هتنزل ميتها وكل، والبصل وكل الكلام ده بيبدأ كده ينزل ميته، وهسيبه يكمل سوا في الفرن. زي ما قلت لكم ممكن تغطوه بورق مثلا فويل او ورق زبده كده مبلول شويه، بتبداوا ان انتوا تغطوا عشان البطاطس تستوي، او لو عايزين تحمروها وبعدين تغطوها. دي كده صينيه البطاطس اللي عملناها، عملناها بطريقه سهله خالص وبسيطه. يبقى ناخد استاذ حسين طب الاول، وبعدين نعيد نقول عملنا ايه. استاذ حسين صباح الفل. يا صباح الفل يا كده، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ دايما يا رب الحمد لله، والله كله بخير، كله زي الفل الحمد لله. الله يخليك الله يخليك الله يخليك، تسلم وربنا يبارك في حضرتك كده، ودايما منوره بكلاتك وحلقاتك الحلوه دي يا سيف، ونصبح على حضرتك فيك يا رب وكل حبايبك يعني. الله يخليك جميعا كده يعني، كل سلامنا لاهل اسوان الجمال. الله يخليك يا سيف اسوان، صباحك جميل وصباحك زي الفل. تسلم يا استاذ حسين، شكرا جدا ليك. نرجع كده كل الحاجات بقى خلاص اللي احنا مش محتاجينها. تعالوا نعيد تاني كده قبل ما نطلع فاصل، عملنا ايه؟ احنا اول حاجه عملنا التتبيله بتاعت الفراخ اللي هي عباره عن زبادي مايونيز، وحطينا عليهم كمان الكركم والبابريكا وملح وفلفل، وقلبت كل الكلام ده مع بعض مع معلقتين من الصلصه وشويه خل، وبعد كده ابتديت وشويه ريحان. بعد كده حطيت الفراخ المتقطعه فيها سواء بقى بعظم او لا اللي انتوا عايزينه، وكنت مسخنه شويه زيت زيتون على في طاسه او في صينيه، وبعد كده شوحت الفراخ عندي بالتتبيله بتاعتها لحد ما اتحمرت شويه وتشوحت شويه، وحطيت بقيه البطاطس والحمص على بقيه التتبيله وقلبتهم برده معاهم بعد ما حطيت البصل وشويه الثوم. بعد كده دخلتها الفرن، هسيبها تستوي كده في الفرن وتاخد راحتها خالص، وبعدين هنطلعها. ممكن بقى تقدموها مع رز ابيض، رز بالشعريه، على حسب اللي انتوا عايزينه. تعالوا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا، استنوا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، الصينية في الفرن، وتعالوا بقى دلوقتي هنعمل مكرونة حلوة جدا بالليمون. هنعمل الفريدو بالليمون بطريقة سهلة جدا وبسيطة وحلوة قوي. تعالوا نشوف مقاديرها ونشتغل فيها مع بعض. عندي نص كيلو من الصدور الفراخ، وعندي مكرونة شرايط، وعندي كريمة لباني، وعندي بصل وثوم وليمون وبشر ليمون، وعندي ملح وفلفل وبهارات، وهاخد شوية من مية سلق المكرونة، واحنا بعد كده ما نسلقها هناخد شوية مية سلق كده منها، بتدي قوام حلو جدا مع الكريمة. هقول تاني المقادير، عندي نص كيلو من الصدور الفراخ، وعندي مكرونة شرايط وكريمة لباني، هقول لكم تقدروا تبدلوها بإيه لو انتوا مش عايزين تشتغلوا بكريمة، وعندي بصل وثوم وليمون وبشر ليمون وملح وفلفل وبهارات ومية سلق مكرونة وكده هناخد منها شوية. تمام؟ طيب أول حاجة أنا عندي الفراخ محتاجة إن أنا أشوحها تشويحة كده حلوة، فهاخد شوية زبدة أهو، وأبدأ إن أنا أجيب الفراخ واشوحها بالشكل ده كده اهو. طبعا اعملوا بقى الكميه اللي انتوا عايزينها من الفراخ. انا هقطع كده الصدر على اتنين كده، يعني هقسمه نصين، وهيبقى بالنسبه لي السمك ده لطيف جدا. تمام، هبدا بقى ارش شويه فلفل اسود اهو، شويه ملح كده، شويه ملح كده حلوين، وبعد كده هبدا ان انا اشوح الفراخ اللي عندي. عايزه احمرها كده من ناحيتين، هي تحميره حلوه اهو. ناخد بقى شويه البهارات اللي احنا حطيناها كده مع الزبده اهو، واشوح كويس جدا. اديها بقى وقتها في التشويح
مش عايزه استعجل عليها خالص. انا ما حطيتش حاجه غير زبده وملح وفلفل، تمام؟ عايزاهم يتشوحوا كويس من كل الجوانب، من كل النواحي، عايزاهم يتشوحوا كويس جدا. ما استعجلوش على خطوه الفريخ كده. عايز تنزلها دلوقتي يا اسر ميزه. عشان يعني نكسب وقت، عشان نسيب الفراخ تتحمر يعني. طيب ماشي، ممكن ننزل مقادير الفطاير بتاعت امبارح، هننزلها حالا عشان عايزين تصوروها، وانا هشرح لك برضو عملناها ازاي. مش عايزه زي ما قلت لكم كده، عايزه ادي الفراخ وقتها في التحمير، وعايزه احمرها كويس جدا. خلاص الفطاير على الشاشه. هتجيب 3 كوبايات الدقيق، هتحطي عليها الخميره، هتحطي عليها البيكنج باودر، هتحطي عليها الملح، هتحطي عليها مقدار السكر كله على بعض، الزبده، كل حاجه هتعجنيها مع بعض كويس جدا. وبعد كده بعد ما تعجنيها هتقسميها الكور، والكور بقى انت هتحكمي في حجمها، يعني عايزه الكور تبقى كبيره شويه. انا امبارح كنت عاملاها زي العيش الكايزر كده شويه، فلو انت حابه يبقى اصغر هتقسمي الكور يعني اكتر، عددها اكتر. شوفي الحجم اللي انت عايزاه واعمليه. هتقسمي العجينه بعد ما تعجنيها كويس جدا للكور، وبعد كده هتسيبيها تخمر، وتحطي عليها كيس مثلا مفتوح من اكياس المطبخ دي، بفتحها وبقوم دهناها دهنه زيت كده خفيفه عشان لما تخمر ما يعني اعرف اشيلها بسهوله من غير ما تبوظ لي التخمير. وبعد كده بقوم جايبه طاسه حاطه فيها معلقه من الزبده او معلقه من السمنه، وبحط فيها عجوه الكميه اللي انتوا عايزينها برضو. وبعد كده بعد ما بحط العجوه بقوم حاطه عليها شويه جبنه موتزاريلا او شيدر، اي جبنه طعمها ما يبقاش قوي، تبقى طعمها يعني معقول كده عشان ما تملش طعم معايا قوي في الحشو. بعد كده بفضل اقلب 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 لحد ما يتكون عندي حاجه زي العجينه كده، التمر بالجبنه بتبقى عامله زي العجينه، بحطها في طبق تبرد شويه، وببدا ان انا اخد منها جزء جزء، بتبقى بتقطع خلاص زي العجينه كده، بتبقى اكورها او ابططها وبحطها جوه، بفرد الكوره كده بايدي وبحطها جوه الكوره وبقفل الكوره عليها، وبقوم مكورها تاني وسايباها تخمر بعد التشكيل. لازم 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 بسيب بسيبها تخمر بعد التشكيل، ما ينفعش خالص ان انا اقوم بعد ما اشكلها ادخلها اسويها على طول. لازم التخميره اللي قبل اللي بعد التشكيل دي ضروري جدا جدا جدا، تمام؟ بعد كده بقوم ادخلها فرن 200، اكون مسخناه كويس جدا، وببدا ان انا اكمل اعمل لها السوا بتاعها واتابع السوا عشان تطلع معايا مظبوطه. بص انا طلعت كده الفراخ اتحمرت، طلعتها بس لسه محتاجه تستوي شويه، فطلعتها بس ايه كملها كده. انتوا عندكم بيبقى وقت، فانتوا تقدروا ان انتوا تكملوا سواها في نفس اللي احنا شغالين فيه، بنفس المكان اللي شغالين فيه. انا هحط لها ربع كوبايه ميه كده واسيبها تستوي، تمام؟ ده كده الفراخ. في نفس بقى الصينيه اللي احنا شغالين فيها هحط كده شويه زبده، تمام؟ وهبدا احط البصل، اشوح كده البصل كله. رحمه صباح الفل، طب حاولي تكلمينا تاني يا حبيبتي. اشوح كده البصل، اخد بقى بصوا لميت كل البهاريز اللي نزلت من الفراخ، شايفين اهو كده بالشكل ده. ابدا احط سن الثوم، فصين كده ثلاثة من الثوم اهو، واشوح كده كله الشكل اللي انتوا شايفينه اهو. بشر الليمون بقى اول ما هحطه هيدي ريحة رهيبة. هشوح الثوم مع البصل مع بشر الليمون، ريحه فظيعه بجد، مع شويه بقى الزبده والبهاريز بتاعه تحمير الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خليني ارجع الحاجات اللي مش محتاجينها كده ورا،
شوح كده كل ده. ممكن في المرحله دي لو حابين تحطوا مكعب مرقه تقدروا تعملوا كده لو انتوا حابين. احط شويه بهار واشوح كده كل الكلام ده كويس جدا. مهاني صباح الفل، حط بقى شويه عصير الليمون. عامله ايه مهاني يا جميله؟ انتي انتي اللي جميله وحشه. عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الله يخليكي، كل يوم حاجات جميله. تسلمي لي يا حبيبتي، الله يخليكي والله وتعبك معانا. تسلمي لي يا حبيبتي والله، الله يخليكي، منوره الدنيا كلها. تسلمي يا حبيبه قلبي والله. وايه الخسسان ده بقى؟ بصي حبيبتي ربنا يخليكي. تسلمي والله، تسلمي والله، بكلمك بجد قمر كده. الله يخليكي والله، تسلمي لي، تسلمي لي والله يا حبيبتي، الله يخليكي. عايزه منك طلب. قولي لي. عايزه بس تنزلي لي مقادير الشريط بتاع اول امبارح. عينيا. ما لحقتش. حاضر. تسلمي عينيك. حاضر يا حبيبتي، تسلمي لي. سلمي لي على اللي عندك كلهم وعلى كل الحبايب. الله يسلمك يا حبيبتي. حبيبتي تسلمي يا حبيبتي. صباحك زي الفل. صباح الهنا حبيبتي. مع السلامه. مع السلامه. ممكن ننزل الشريك بتاع اول امبارح وبرضه هقوله لك هشرحه لك. بصوا انا عندي بقى شويه ميه كده من سلق المكرونه، هحط ايه يعني مغرفه كده تمام، واقلب كده كل الكلام ده مع بعض. المكرونه الميه بتاعت سلق المكرونه بيبقى فيها النشا بتاع المكرونه، فبتدي الصوص تقل كده حلو جدا. تمام اهو بقلب كل الكلام ده كده، وهبدا ان انا احط الكريمه اهو كده، واقلب بقى كل الكلام ده كده ايه مع بعض. اسيب اول ما الكريمه تغلي غلوه هقوم حاطه المكرونه. عايزين بقدونس مفروم بعد اذنك اهو كده، هقلب بقى كده كل الكلام ده كده مع بعض، وهظبط ملحي او زي ما قلت لكم ممكن تحطوا مكعب مرقه خضار بيبقى حلو جدا على حسب ما انتوا حابين. تعالوا بقى ايه نرجع كل الحاجات اللي مش محتاجينها. وهبدا كده ايه بالويسك اقلب كله مع بعض، اتاكد ان كله اختلط كده مع بعض اهو كده. طب لو انا مش عايزه اشتغل بكريمه وعايزه اشتغل بلبن مثلا ودقيق، بصوا وانا بشوح لما شلت الفراخ وحطيت حته الزبده ورحت مشوحه البصل والثوم، ممكن تحطوا بقى معلقه دقيق معاهم وتقوموا مشوحينهم مع البشر، مع بشر الليمون، مع البهارات المشكله اللي احنا حطيناها او بهار الفراخ اللي احنا حطيناه، وبعد كده تبداوا تنزلوا بالميه بتاعه سلق المكرونه مع شويه الكريمه اهو. بس يعني لو هتستخدموا بديل الكريمه يبقى حطوا مكعب مرقه هيطعم معاكم الموضوع حلو قوي. ام زياد صباح الفل، دينا مكعب مرقه. عامله ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ والله بخير الحمد لله. دايما يا رب كله زي الفل والله يا حبيبتي الحمد لله. يا رب دايما بجد. بشكرك على طريقه الكفته جامده. الله يخليكي. اللي كنت عاملاها بالباذنجان والبطاطس. الله يخليكي تسلمي لي بجد. انا عملتها بصراحه جوزي شكر فيها جدا، كانت طعمها جميل وحرش كده وحلوه جدا. فعلا بجد احنا اول مره اعمل كفته بالطريقه دي. حبيبتي الف هنا، الف هنا حبيبتي. الف شكر بجد. ومعلش ليا سؤال. اتفضلي. طريقه المكرونه بالبشاميل. حاضر عينيا. هنقول مكرونه بشاميل وهنقول الشريك. لا حاضر طبعا عينيا حبيبتي. حاضر حاضر يا حبيبتي، شكرا يا حبيبتي تسلمي. بصوا بقى عندي المكرونه هنبدا خلاص، اول ما الكريمه هتبدا تغلي كده هبدا ان انا احط المكرونه، هيبداوا بقى كلهم يتقلوا كده مع بعض يبقى الصوص حلو جدا اهو. واديها كده ايه غلوه كده مع الصوص بتاعي. رحمه صباح الفل، ازيك يا رحمه؟ تمام الحمد لله. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ كله زي الفل والله، كله جميل بجد. تسلم ايدك على الوصفات اللي بتعمليها. الله يخليكي تسلمي لي يا حبيبتي والله. معلش هتعب حضرتك معايا. خالص خالص قولي لي. محتاجه طريقه عمل صوص التوميه واللي هو عيش الصوص.
عينيا. حاضر يا حبيبتي. تسلم. حاضر. تسلم. شكرا جدا ليكي. حاضر. هقول لك عيش التوميه وعيش الصاج. التوميه وعيش الصاج. سوري. اهو. تعالوا بقى ايه؟ بصوا الصوص كده هسيبه بقى يغلي غلوتين كده مع المكرونه. يقوم بقى ماسك في المكرونه كده وبتبقى خطيره. طعم الليمون فيها حلو جدا. مديها تيست كده مختلف مع الكريمه. مش قادره اقول لكم الحلاوه بجد. هسيبه كده يغلي غلوتين. والفراخ انا باكد بس تسويتها. ابدا ان انا ايه اديها سوا بس عشان تكون مستويه من جوه عشان مقطعها تخين شويه. والميه هتقوم يعني هتنشف خالص او هتقل خالص لحد ما تختفي. وبرده هتكمل سواها مع شويه الزبده كده ونشوحها ونبدا ان احنا نقدمهم مع المكرونه. ده الشكل ده. غلوتين كده وهنطفي. تعالوا بقى نجاوب على شويه من الاسئله كده واحنا شغالين لحد ما الفراخ يعني تشرب ميتها والمكرونه تبقى تمام. وعندي البطاطس بالفراخ في الفرن. ممكن في المرحله دي نغطيها فويل كده عشان ايه نسيبها تستوي كويس ان هي خلاص اخدت وش. عندي انا محتاجه ايه البطاطس تستوي اكتر. تعالوا كده ايه نخرجها نغطيها فويل واوريها لكم كمان عامله ازاي. تدي فوطه اهي. تعالوا بقى ايه بصوا ابتدت بقى تنزل ميتها وتتحمر اهو. هبدا بقى ان انا اغطيها كده عشان البطاطس عندي تكمل سواها وما تحرقش مني من فوق. تقدروا بقى تعملوا موضوع ان انتوا تغطوها من البدايه وبعد ما تستوي تقوموا شايلين الفويل تديها شويه تشميعه كده تحت الفرن تحت الشوايه تمام. حابين تعملوا العكس زي ما انا عملت تمام. نبدا بقى نرجعها تاني اهو. اسر هقول عادي. طبعا عادي ينفع تعمل. بيقولوا لي الوصفه دي ينفع نعملها من غير صدور فراخ. ينفع طبعا ينفع نعملها عادي. خضار كده خضار لوحدها كده وممكن تزودوا بقى معاها كمان انواع خضار تانية. بسله جزر عادي طبعا ينفع جدا مفيش مشكله. ينفع طبعا ينفع. ما دي مدام رشا. مدام رشا كانت بتسال ان احنا ينفع نعمل الوصفه دي من غير فراخ. طبعا ينفع نعمل ونشيل فراخ منها ونحط اي خضار احنا عايزينه او بالحمص بس والبطاطس اللي انتوا عايزينه مفيش مشكله خالص. تمام. تعالوا نجاوب على الشوريك على ام هاني. الشوريك احنا جبنا بوله وحطينا فيها انصص من ايه نص سكر نص لبن نص ميه ونص كوبايه من الزيت. خلاص عملناه المره دي بالزيت مش بالزبده. وبعد كده الاربع انصاص دول اهو على الشاشه النص سكر والنص زيت والنص ميه والنص لبن قلبنا معاهم معلقه كبيره من الخميره وبيضايه. خلاص كده. وبعد كده بعد ما قلبناهم حطينا عليهم اربع كوبايات دقيق محطوط عليهم بيكنج باودر ورشه ملح. حطينا الدقيق بالبيكنج باودر ورشه الملح وعجننا كويس جدا. ولو احتاجت ميه زودي شويه ميه وانت بتعجني. وفي الاخر خالص بقوم لماها بمكعب كده باخد حته زبده لينه كده بايدي بقوم لما العجينه بيها في اخر خالص بعد ما عجنها كويس جدا وبعد ما تلم عندي وتعجن كويس قوي واخدم العجينه كويس جدا. سر يا جماعه نجاح المخبوزات ان العجينه تبقى مخبوزه او معجونه سوري كويس جدا. يعني ده اكتر حاجه بتنجح او ما بتنجحش المخبوزات وبتخليها طريه وهشه ومش مكتومه والكلام ده كله ان انتوا تعجنوا العجينه كويس جدا والتخمير الحاجتين دول. فاي مخبوزات بنضطر ان احنا نعجن عجن يعني وقت كبير وكافي لحد ما العجينه عندي تبقى مخدومه كويس قوي وبعدين تخمر كويس قوي وبعد التشكيل لازم اسيبها تخمر كويس قوي.
ليه التخميره اللي بعد التشكيل دي هي اللي بتطلعها لي مش مكتومه وهشه، واول ما تدخل الفرن كده تنفش عندي وتبقى طعمها حلو وتبقى قطنيه جدا وطريه كده من جوه وما تبقاش تقيله يعني. تمام، انا كده المكرونه عندي خلصت، هبدا ان انا ارفعها وهستنى بقى ايه الفراخ عندي تشرب السوائل دي عشان اتاكد ان هي تمام خالص، وبعدين ابدا ان انا اقدمهم مع بعض. وعندي شويه بقدونس كده هزين بيهم، وكده احنا خلصنا الوصفه، بس يا دوب هنبدا نغرفها وهريكوا هنغرفها ازاي بطريقه حلوه كده وجميله. عندي الصينيه برده في الفرن. وعندنا ايه اسئله قبل ما نطلع فاصل؟ ايه مكرونه بشاميل؟ مكرونه البشاميل عندنا بتعملي البشاميل بتعمليه 5 معالق من الزبده او الزيت او السمنه، اي ماده دهنيه من الثلاثه دول، او تمكسي حاجتين بيهم وعليهم 5 معالق من الدقيق، وبعد كده تحطيهم على النار بعد بيستووا 30 ثانيه كده من غير ما لونهم يتغير، وبعد كده بتجيبي 6 كوبايات لبن بالتدريج، بتبداي ان انت تحطيهم وتقلبي الدقيق والزبده كده مع بعض لحد ما القوام عندك يربط. بحط ملح وفلفل وجوز الطيب، ده البهارات اللي انا بحطها في البشاميل. في ناس بتضيف كريمه، قشطه، جبنه، كل ده متاح. انا بقول لك البشاميل الكلاسيك اللي ما فيهوش اي اضافات. بعد كده بقوم سلق المكرونه عندي وحط عليها شويه ملح وفلفل وشويه زيت كده وافلفلهم كده مع بعض. وبعد كده عندي العصاج بتاع اللحمه المفرومه، بقوم حاطه شويه زيت، بصلايه مفرومه بشوحها شويه، بنزل عليها بلحمه مفرومه، ببدا ان انا اشوح اللحمه المفرومه مع البصلايه والزيت وملح وفلفل وسنه قرفه صغيره وجوز الطيب، بقلب العصاج لحد ما بيستوي. انا كذا مره قلت يعني تقدروا تعملوا الطبقات، لكن انا بصراحه بقالي كتير جدا بعمل بشاميل كده، بحطهم كلهم على بعض، بحط شويه من البشاميل، مغرفتين ثلاثه كده من البشاميل على المكرونه، عليهم العصاج اللي انا عملته، وبعدين بقلب كل الكلام ده كده مع بعض، وبحط في الصينيه بتاعتي شويه بشاميل من تحت، وبحط كل الخليط بتاع المكرونه البشاميل اللي انا قلبته، وبحط بشاميل من فوق، وممكن بقى تحمروا الوش بشويه جبنه، شويه قشطه، شويه بقسماط مطحون ترشرشوه اللي انتوا عايزينه زي ما انتوا حابين. تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل هنعمل وصفه حلوه جدا جدا وسهله وسريعه والولاد كلها هتحبها. تعالوا نشوف هنعمل ايه بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وعندي بقى المكرونة كده، تعالوا نبدأ نغرفها. شو بقى الحلاوة، حابين طبعا تحطوا معاها مشروم برضو ممكن. طعم الليمون بجد فيها هيفرق جدا معاكم. نبدا بقى ناخد كل الصوص ده، كل الصوص اللي عندي. ريحة الليمون فيها واضح جدا وحلوة قوي. ننضف بقى الطبق بتاعنا كده، الفراخ خلاص شايفين المية اتشربت المية بتاعتها. وابدا بقى ايه احط الفراخ اللي عندي. ابدا كده ايه اجيب الفراخ، حابين تقطعوها شرايح تمام، حابين تقدموها كده زي ما هي تمام، اللي انتوا عايزين. احط بقى شويه بقدونس كده عليها. حلوه جدا بس كده زي الفل، تمام جدا عندي كده زي الفل، مش محتاجه اكتر من كده. تعالوا نعمل نوع حلويات سهل جدا وسريع وبسيط كده، هنعمل كيكه الكيس. كيكه الكيس هنعمل كيك بس هنعمله بكيس الحلويات، نعمله كده ايه زي الكوكيز كده، هو ميكس بين الكيك على الكوكيز، حاجه لطيفه قوي الولاد هتحبها
وهنبدا ان احنا ايه نحشيها كده كريم شانتيه وهتبقى حلوه جدا. تعالوا نشوف مقاديرها ونشتغل فيها مع بعض. عندي كيكه الكيس او كيك الكيس محتاجه كوبايه وربع من الدقيق بضايه، وعندي نص كوبايه من السكر ونص كوبايه من الزيت ونص كوبايه من اللبن، وعندي كمان الفانيليا والبيكنج باودر ومعلقتين من الكاكاو الخام. وحشو الكيك محتاجه باكت كريم شانتيه ومعلقه كاكاو، وممكن تجيبوا الكريم شانتيه بالكاكاو اصلا او بالشوكولاته، ولبن مثلج عشان اضرب الكريم شانتيه. هقول تاني المقادير. هات لي صوص الشوكولاته كمان. عندي كوبايه وربع من الدقيق بضايه، نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الزيت، ونص كوبايه من اللبن وفانيليا، وعندي كمان بيكنج باودر ومعلقتين من الكاكاو. وحشو الكيك محتاجه له باكت كريم شانتيه ومعلقه من الكاكاو ولبن مثلج. تمام. تعالوا بقى اول حاجه كده ايه، هبدا ان انا اضرب الكريم شانتيه. التلاجة ولا احط باكت الكريم شانتيه، احط معايا معلقتين كده من الكاكاو الخام ولبن كده مثلج، وابدا ان انا ايه هحط اللبن بالتدريج، لو احتاج تاني احط واضرب. بصوا وانا بضرب الكريم شانتيه مع الكاكاو واللبن، تمام، هبدا ان انا اشتغل في باقي المكونات. عندي كوبايه وربع من الدقيق، تمام، هحط عليها معلقتين من الكاكاو الخام، هحط عليها البيكنج باودر، هحط كل المكونات الجافه ورشه الملح. دي كده المكونات الجافه اللي عندي، خلاص. وابدا اقلب كده الكاكاو مع الدقيق، كوبايه وربع من الدقيق ومعلقتين من الكاكاو ومعلقه من البيكنج باودر، تمام، ورشه ملح. بقى عندي خليط الجاف اهو كله كده متقلب مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه. طب تعالوا بقى نبدا في المكونات السائله. عندي البضايه، طالما حطينا بضايه هحط فانيليا بضايه واحده، احط عليها السكر وهبدا ان انا اضربهم. خلينا حتى نضربهم بالهاند بلندر، نضربهم كده ضربة خفيفة، نخلطهم مع بعض. بيتضرب، وعندي هنا بضرب البضايه مع السكر. خليني بس ايه اجيب كده كل الجوانب انزلها، تمام. هبدا اكمل بقيه السوائل عليها اللي هي نص كوبايه اللبن والزيت.
الحاجات اللي مش محتاجينها كده نخليها ورا. هبدا بقى، بصوا المكونات الجافه هبدا ان انا انزلها على المكونات السايله بالتدريج وهقلب. عايزه صينيه احط فيها الشكل فيه. ده الكريم شانتيه خلاص اتضرب والكيك عندي خلص. بصوا ده القوام اللي انا عايزاه، عايزه القوام يكون تقيل كده اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، قوام الكيك عايزاه تقيل كده. خلاص تعالوا بقى نحطه في كيس حلواني ونبدا ان احنا نشكله. خليني بس ايه انضف كده الدنيا هنا عشان تبقى رايقه كده نعرف نشتغل. وهجيب صينية فيها ورق زبدة وابدأ أجيب كيس حلواني. ببلبلة سادة خالص وابدأ أحط فيها الخليط بتاع الكيك. بصوا الخليط عايزاه تقيل كده بالشكل ده. كيس حلواني اهو. بصوا بأي ممكن بلبلة سادة او حتى من غير خالص اهو. ببدأ اعمل كده اشكل كده وارفع الشكل ده، اخلص كل المقدار اللي عندي بالشكل ده. اجيب كده بوله فيها ميه جنبي عشان ابدا اساوي الوش بتاعها اهو. شايفين في ثانيتين بتعملوا كم كبير جدا منها اهو. لسه بصوا ده ربع المقدار. تمام هجيب شويه ميه كده جنبي. بصوا هبل صبعي كده وابدا ان انا ايه، هي اصلا في حاجات منها بتتساوى. هبدا ان انا ايه انزل بس ايه اي بوزه كده موجوده اهي، وبسويه على درجه حراره 180 بتاخد مفيش يعني بصوا 7 دقائق بتستوي، 7 8 دقائق بتلاقوها استوى. يلا طلع لي دول من الفرن واقدمه لي واحط ده مكانه. بعد ما بتطلع بتبقى عندي بالشكل ده تمام، عامله زي الكوكيز كده. تمام كده اهي شايفين. ببقى عايزه بقى ايه كل اتنين كده ايه يعني يبقوا فوق بعض كده اهو عشان ابدا ان انا احشيهم اهي، احشيهم كده بالكريمه. تعالوا بقى ايه ناخد الكريم شانتيه اللي احنا ضربناه سريعا كده. اهو الشكل ده هبدأ ان انا اخده بسباتولا كده انزله اهو واحشي بيه ما بين الكيكات اهو كده بالشكل ده، محشيه بيه كده ايه ما بين الكيكات. قوام يبقى كويس ولا سايب قوي ولا ماسك قوي، يبقى معقول. عايزين تبقى بكريمه بيضه عادي فانيليا ممكن برضو تعملوا كده. وهجيب طبق ان انا اقدم فيه
ممكن مثلا اجيب الطبق ده. هبدا بقى ايه، بصوا هشتغل مثلا كده اهو كده، احشي واحط واحده فوقيها كده بالشكل ده اهو، ابدا احشي واحط واحده فوقيها برضو بالشكل ده. لا مستعجله انا عشان الوقت، فايه هبدا بقى ايه احشي كده وابدا ان انا اغطيها بواحده تانية. في الاخر احط عليها صوص شوكولاته بيبقى حلو جدا. خليني احشي كذا واحده وبعدين نغطي. بصوا نحشي بقى كده اهو الشكل ده كده، ونبدا بقى ايه نجيب الغطا بتاعهم ونغطي كده بالشكل ده واحده واحده اهو، نغطي كده نخلص بقى كل الكميه، وبعدين نقوم مزينينها بشويه صوص شوكولاته يبقى حلو جدا. نكمل بقى الكمية دي براحتنا خالص ونجيب صوص شوكولاتة اهو، وابدأ بقى ايه ازين كده الكيكات الصغيرة اللي عندي بالشكل ده. عايزين تعملوا كل واحدة بوحدتها كده بالتزيين بتاعها تمام، حابين تزينوا الطبق كله برضو تمام اهو، ميكس كده ما بين الكوكيز والكيك حلو جدا اهو الشكل ده. النهارده عملنا ايه؟ عملنا الالفريدو بالليمون، وعملنا كمان الكيس كيكه الكيس، وعملنا صينيه الفراخ بالبطاطس والحمص بطريقه سهله جدا وبسيطه وتحفه. دي كده وصفاتنا بتاعه النهارده والحلقه بتاعه النهارده. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها. ان شاء الله اشوفكم بكره في يوم جديد وحلقه جديده من طبق طبق.